تفضل. سؤالي جزاك الله خير. وجدت رجل وأعرف أنه ينتقص في العلماء ويقع في أعراض العلماء، وجدته يصلي بالناس، هل أدخل معه في الصلاة أم لا؟ طيب شكرا. نعم ادخل معه في الصلاة وناصحه، انصحه وقل له هذا لا يجوز لك الوقوع في أعراض المسلمين عموما والعلماء خصوصا، انصحه عن هذا وقل له إني أخاف أن يؤثر على صلاتك وعلى عبادتك. نعم. الأخ يسأل عن حكم الصلاة قبل الأذان بدقائق، وهل يعيد الصلاة؟ الكلام على دخول الوقت، إذا كان دخل يعرف دخول الوقت فلا يصلي قبل دخوله ولا تصح صلاته، وإذا كان لا يعرف دخول الوقت يعتمد على الأذان، أذان المؤذنين، ولا يصلي قبل أذان المؤذنين. نعم.